اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عند الوجه من السيدر، المضرب والفرس والكتافه من المهوغني، بالاضافه للزخرفه هنا كذلك من المهوغني، مع اضافات جميله من الصدف الابيض الطبيعي، بالاضافه للشمسيه كذلك من الصدف الازرق، الظهر عندنا من المهوغني والميبل بالكامل، بالاضافه للزند والبنجق. في سوار العود هنا عندنا كذلك صخرفة بين الصدف، وكذلك بالخلف هنا في كعب العود المفاتيح من السيسم درجة أولى، الزند عياري من هنا نقدر نتحكم بالدوسة خلال الشد والرخي، وهذه الميزة بتتيح إن نحن نتحكم بالبعد الوتر عن المسطرة، وكذلك بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من الكوشنر دوزان دودو، قياسات هذا العود: العرض 36.5، العمق 21، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. نبدأ الآن نسمع صوت العود مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. مساحات صوتية. نيجي الآن للاختبار الأخير، عزف فينجر بول كامل. من يأتي بالتوفيق، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.